بيراميدز و انبي. شفت بيراميدز بشكل عام من وجهة نظرك عامل ازاي، والسنة دي هل فعلا هو ده اللي هينافس النادي الاهلي او هيقدر ياخد بطولة سواء محلية او بطولة افريقية؟ بص، بيراميدز وزمالك واهلي ده موضوع، ده منافسة لنهاية السنة. يعني سيبك من اللي بيقولك الزمالك وحالته، هيفضل الزمالك، فاحنا هنفضل في المعمعه دي للاخر. الثلاث فرق دول هينافسوا، هيفضلوا موجودين. ولكن بيراميدز عمل اللي احنا المعدل اللي احنا بنقول عليه الصف الثاني قريب جدا من الاول، فما هيخرج حد مش هتحس ان في مشكله. مشكله واحده برضو انا ما زلت اقولها، ما عندهمش جمهور، ما عندهمش ضغوط. اللعيب في الاهلي لما بيتغلب ما بيعرفش يروح، اللعيب في بيراميدز لما بيتغلب بيطلع يشرب قهوه. صح. حبايبي والله بحبهم، بس هي دي الحقيقه. لان هم عندهم ايه الضغط اللي ممكن، ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي ممكن يحصل في لو انا خسرت؟ مفيش حاجه. كلهم لعيبه بطولات، يعني تشكيل مرعب. الشناوي، حمدي، أيوة، جبري، سامي، الشيبي، توفيق، لاشين، رمضان، عبد الله، يعني كل هو رمضان لما كان بيخسر في الاهلي زي رمضان وهو بيخسر في، لا طبعا عبد الله نفس الكلام. هي لعبة شافت هنا وهنا، بس انت كلاعب في النادي، احنا دخلنا النادي الاهلي، انت لو اتغلبت ماتش ودي ما تعرفش تروح. بص كمان يا كابتن الدكه عندهم عامله ازاي. طيب. لا ما انا بقول لك ده بره قريب جدا من جوه. يعني مرعي ده يلعب، انا توري ده بشوفه حاجه يعني ما ينفعش تلعب عندنا اصلا في الدوري بتاعنا.